الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد الدعوية أيضا أن الداعي ينبغي له أن يحرص على استشارة أهل العلم والدين والفضل والرأي والعقل فيما ينزل عليه من الأمور التي تتعلق بالدين أو غير أو الدنيا، فلا ينبغي أن يستأثر الداعية برأيه وطلبة العلم موجودون عنده في البلد ولا يستشير أحدا منهم، لا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الفاجعة العظيمة والطامة المدلهمة الكبيرة استشار رؤساء الناس، استشار أسامة بن زيد فأشار عليه، واستشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأشار عليه، واستشار بريرة أيضا مشورة النساء في هذه النوازل، استشار بريرة فأشارت عليه، استشار مجموعة من الناس فأشاروا عليه، أشاروا عليه كيف يتصرف وأشاروا عليه كيف يفعل، وهو رسول الله يوحى إليه، لم يستقل بالوحي عن المشورة. فما بالنا نرى بعض الدعاة يقدح من رأسه في أمور الدعوة ويرتب في أمور الدعوة لوحده، وطلبة العلم متوافرون في البلد لا يجعل مجلسا استشاريا ولا مجلسا يستشير فيه رؤوس القوم وأهل العقل في مدلهمات البلد وفي نوازل البلد وفي مشاكل البلد وفي مخالفات البلد، إن هو إلا الكبر والغطرسة الذي انطوت عليه نفوس بعض الناس والعياذ بالله، لا يرى بقية طلبة العلم إلا شجرا، لا يراهم شيئا أبدا، لا يراهم إلا عوام وجهال، وهو الوحيد في البلد وكأنه ليس في البلد إلا هو، وهؤلاء صفر على الشمال لا يستشيرهم ولا يقربهم إليه ولا يسمع توجيهاتهم ولا يطرح الأمر مطرح المشورة، فمثل هذا يفشل غالبا في أموره خذلانا من الله عز وجل له. فالداعية يستشير أهل العقل والدين والرأي ولا يستقل بنفسه في التعامل مع النوازل، فرأي الجماعة فيه خير، قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وقال الله عز وجل في صفات المؤمنين وأمرهم وأمرهم شورى بينهم.